بريحكم شوي من السياسه بخيطان اخواننا الهنود الله يطول بعمرهم بيخلون مسوين مطعم شعبي مثل واحد يروح مطاعم المطاعم اللي عندنا مندي قعده هم مسوين خوش قعده هناك شوفوا التقرير. قمتكم هذه ثلاجة طالعة هذه المطاعم قنابل موقوتة على عيالنا بالإدارة العامة للإطفاء لما تصير حريجة سلندرات الغاز روايح مخالفات وكلها مخالفات بنه تخيل لما تصير حريجة بالمكان شو يصير قنبل ويتأذوا عيالنا بروح للمملكة العربية